الأهلي خلاص هيقفل ملف الدوري بعد أكيد لو كلمنا صعوبات كتير جدا، لكن ما ننساش يعني أن الأهلي السنة دي برضو فرحنا ببطولات كتيرة جدا، إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي، برونزية كأس العالم للأندية، ما فيش مشكلة خالص، هي دي كرة القدم. يعني شفنا كمان امبارح بعد المباراة يعني تحديدا لقطة كانت ولا أكتر من رائعة زي ما بيتقال، وهنقعد نتكلم عنها، هنقعد نعيد ونزيد فيها لأن هي نقطة ويعني لقطة جميلة جدا. كابتن محمود الخطيب لما نزل أرض الملعب و حصل تعادل، يمكن الدوري راح مننا، لكن برضو فكرة ان هو ينزل ويشكر اللعيبة على الاداء اللي يعني قدموه ودعم نفسي اكثر من رائع، وامام الكل امام الجميع، اعتقد كان فيها كمان رسائل كتيرة جدا ضمنيا. على كل حال خلينا دلوقتي نعرف يعني ونتكلم وكواليس ونقاط، ونعرف رأي برضو كابتن صديق الجمال اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي، وخلاص احنا عندنا كاس مصر بقى عايزين نركز. صباح الفل. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير كابتن كريم. كابتن منور الدنيا كلها، بنسعد دايما بوجود حضرتك حبيبي. معانا ونستاذن حضرتك، تعالى نبتدي ونتوقف ولو للحظات عند اللقطه اللي نهاوند بتحكي عنها، لان هي كانت فعلا لقطه شفنا من خلالها اب روحي والطريقه اللي كان بيتكلم بيها ودرجه الانفعال اللي كان بيتكلم بيها، النيرف المظبوط تماما، بيقول لك ده شخص حكيم، شخص عنده كل ادوات القياده الرشيده، وقبل اي شيء هو بيتعامل كاب. فحضرتك شفت المشهد ده ازاي والكلام التحفيزي اللي هو قاله للعيبه؟ بصراحه امبارح طبعا كان المشهد كان رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي، خبرات كبيره كلاعب وقيادي داخل النادي الاهلي. نزله الكابتن مع اللعيبه امبارح فيها حاجات كتير جدا جدا ايجابيه للعيبه النادي الاهلي والمنظومه النادي الاهلي كلها. اول حاجه شال الضغوطات كبيره جدا جدا اللي على فريق الكوره في النادي الاهلي والجهاز الفني، لان البطوله لما انت بتخسرها اكيد اللعيبه بتتاثر، الجهاز الفني، لان بطوله غاليه. بس كابتن الخطيب وصل اللعيبه ان هم ما اثروش، بالعكس ده النادي الاهلي يعني اللعيبه دي اتظلمت ان هي ما خدتش حقها من الانجازات اللي اتحققت، 2 دوري ابطال، سوبر، والبطولات كل اللي شاركوا فيها ثالث عالم، كل الحاجات دي كلها كان لازم يتعمل لهم احتفاليه بعد ما خدوا البطولات، فكل ده ما كانش فيه وقت عند النادي الاهلي. صحيح. فكل دي كانت ضغوطات، الضغوطات دي كلها الحمد لله وقفه الكابتن الخطيب امبارح فيها مفعول السحر، لان احنا عندنا استحقاقات وعندنا حاجات جايه مهمه جدا جدا جدا، مش ما معنى ان احنا فقدنا بطوله ان الدنيا تقف، بالعكس ما انت محقق انجازات صعبه على اي حد في القاره الافريقيه ان يحقق الانجازات دي. طبعا. وبرده الكابتن الخطيب في حديثه ان انتوا احسن فريق في القاره بالانجازات اللي عملتوها، بالارقام الايجابيات، مش بنجامل نفسنا يعني، لا. ولا بنضحك على نفسنا، اللعيبه عارفه كده، بس التوقيت ده بالذات لازم برضو اللعيبه تاخد حقها عشان يشيل من عليهم الضغوطات اللي احنا. صحيح. في بدايه الكلام. صحيح. فانا شايفه ان كان فيها ايجابيات كبيره جدا جدا جدا، وتشوفها بيتكلم اي حد يعني اللعيبه بعد التعادل مع فرقه الجونه، احنا كده كده البطوله خلاص بعدت اخر ماتشين ثلاثه، وهنتكلم ايه الاسباب طبعا فيها بعد كده، بس لازم كان في الوقت ده هو يكون متواجد. شوف اللعيبه وهي قاعده حزينه جدا، جماهير النادي الاهلي طبعا حزينه على البطوله، بس جماهير النادي الاهلي سعيده من جواها ان كسبت لعيبه وجيل، جيل عظيم حقق انجازات في وقت قليل، وان شاء الله هيكملوا الانجازات دي بالاستحقاقات اللي جايه. بس البطوله كنا احنا متعودين عليها، بس دي كره القدم، احنا بنلعب لغايه النفس الاخير، واللي حصل مع النادي الاهلي صعب يحصل مع اي فرقه كوره، ان انت في اوقات لعبت 10 مباريات في 20 يوم، في 28 يوم، في شهر. يعني هديك مثال كابتن كريم نهاوند، برشلونه جه في مره كان مضغوط في المباريات، راح لعب بايرن ميونخ، اتغلب 8. لعيبه برشلونه مش قادره توقف في الملعب. في اجهاد، في تعب، بس طبعا المكسب بيجيب مكسب، بس في وقت معين اللعيب برضو مش آلة يعني، بص يعني غصب عنه هيتصاب، تركيزه هيقل شوية، يعني التركيز مهم جدا جدا في أوقات حرجة، وفي وقت ممكن تهرب منك غصب عنك بسبب الإجهاد والتعب يعني، أو بسبب عوامل خارجية احنا عارفينها وممكن يعني نبقى نتكلم فيها، أو اتكلمنا بقى فيها خلاص أكيد. فأنا شايف طبعا كل التقدير للكابتن الخطيب، كل التقدير والاحترام لرئيس نادي بالحجم نادي الاهلي، طبعا قيادة عاليه جدا، الانجازات اللي حققها من ساعه ما تواجد في النادي الاهلي، مجلس الاداره بالكامل وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني بالكامل على راسه موسيماني والكابتن سيد مدير الكوره، وكل الجهاز الفني، كل الناس ادت بامكانيات عاليه جدا جدا جدا
ليهم التقدير والاحترام من جماهير النادي الاهلي العريقه، اللي انا بقول لهم مش بطوله ان احنا نزعل، ان شاء الله تحقق اكتر من كده. يعني ما هو ده الكلام ده، يعني ما فيش مشكله او ما فيش اصلا مجال ان انا اطلع دلوقتي اقعد اقول ايه اللعب اللي حصل ده، ايه اللي احنا فيه ده، احنا يا جماعه نزعل. اه وده فعلا على فكره مردود جماهير الاهلي في الشارع، ما فيش حد يعني شفت تعليق منه ولا احنا زعلانين بس احنا حققنا كتير قوي، واللعيبه ما قصرتش، لعيبتنا بجد ما قصرتش، فما فيش مشاكل. وفي نفس الوقت خلي بالك، ودي بقى مش موجوده غير عند النادي الاهلي، يعني بنسبه اكبر ان صح التعبير، هو بيبارك ألف مبروك على فكرة، مبروك مفيش مشكلة، هارد لاك وألف مبروك، عادي يا جماعة إحنا ياما فوزنا وياما هنفوز، فما يعني هي مش حياة أو موت، يعني قصة إحنا بنلعب كورة عشان دي رياضة وليها أخلاق وليها يعني أكيد، وهو ده الأهلي. بس جمهور الأهلي ما بيشبعش بطولات وحقه، ولا هيشبع، لأن النادي الأهلي عودهم على كده، والنادي الأهلي كلعيبة وكمجلس وكم كل المنظومة تعودوا إن هم يبقوا الأول ولازم يحصد كل البطولات، ودي حاجه ايجابيه ما تلاقيهاش في اي مكان تاني. اللي بيخش النادي الاهلي، اللي بيعدي من جنب النادي الاهلي تلاقيه واخد له بطوله، وبعدين بقى كابتن بطولتين صديق، واخد له ثلاثه. احنا عايزين منافس يا كابتن صديق برضو، ما هو لا. انا لو اقعد افوز 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 وبعدين مش هيبقى ليها طعم، هتفضل قاعد لا معلش يعني مش هيبقى ليها طعم. اول حاجه انا طبعا بروح رياضيه، احنا النادي الاهلي كجماهير وكمنظومه كلها عندنا ثقافه عاليه جدا جدا طبعا، بنبارك للي خد البطوله، هو ده اللي حصل، وهارد لك للناس اللي نزلت لعبت بشرف لغايه اخر مباراه. صحيح. ودي كره القدم، ما انت الناس كلها بقى لها 42 بطوله الناس بتتفرج عليك كلها في مصر، وانت بتتوج وكل الدول العربيه والشرق الاوسط وافريقيا والدنيا كلها، فهي يعني انت لما يسقط منك حاجه زي كده، انا شايف ان جماهير الاهلي واعيه وعندها ثقافه، وان شاء الله اللي جاي هيكون القادم يكون افضل لعيبه النادي الاهلي باذن الله. عايزين نعرف من حضرتك بقى رؤيتك وتقييمك لاداء، طالما يعني فتحنا باب الكلام على الجهاز الفني، يعني رايك وتقييمك لاداء موسيماني تحديدا مع الفريق طوال هذا الموسم، وايه التحديات اللي هو نجح في انه يعني ايه يعني يذللها، يعني اي عقبات قدر يذللها، ايه الحاجات اللي لفتت نظرك في مسيره موسيماني في الموسم ده تحديدا؟ هو موسيماني من اول ما استلم، اول حاجه كان فيه شويه نقد بسيط من بعض الاعلام عليه ان هو ده من اول الاختيار، من اول الاختيار، بس في قناعه، لان عندنا في النادي الاهلي الحمد لله المنظومه عاليه جدا جدا في اداره الكوره وفي التفكير وفي الرؤيه الفنيه لمستقبل النادي الاهلي. لما بيجيبوا حد لازم يبقى يكون فيه متابعه جيده جدا جدا، الراجل معاه سي في كويس، عنده نجاحات كبيره جدا مع الفرق اللي دربها، حسب بطولات كتير. لما جه استلم القناعه دي والفكر اللي عند مجلس الاداره، اكيد عند مستر موسيماني اللي هو جه عارف حجم النادي الاهلي، كان سعيد جدا جدا ان هو يكون متواجد جوه القلعه الحمراء. فلما جه اثبت وجوده بكل المقاييس والمعايير والارقام، نجح وخد العلامه الكامله، كل البطولات اللي شارك فيها خدها. كان في تشكيك في الاول ان هو جه استلم بعد فايلر، ممكن حضرتك تكون انت ماسك فرقه وفاضل فيها الدور الثاني او ثلاث ارباع او ربع البطوله، والربع ده صعب جدا جدا، انا لو مش عندي قياده فنيه ورؤيه عاليه مش هقدر احقق النجاح للنادي الاهلي، ما ممكن انت تسيبني النادي الاهلي هو الاول، لو انا ما عنديش الكفاءه مش هقدر احافظ على المكانه دي واحصد البطوله. فالحمد لله لما استلم برده من الاول بعد البطوله دي اللي هو خدها من بابها زي ما بيقولوا، يعني دوري الابطال خده عن جداره واستحقاق، وعمل مباراه كويسه جدا جدا، الدوري الكاس السوبر، فهو مميز في ادارته للمباريات، كل ما قعد فتره كل ما عنده ارتياحيه للتعامل مع لعيبه النادي الاهلي، وبقى يعرف امكانياتهم كويس جدا جدا جدا، لان انت لما تكون قاعد فتره كبيره معايشه وفي استمراريه مع الفريق غير ما انت تكون فتره قليله وماشي، ممكن الرؤيه ما تبقاش واضحه ليك، فكل اللعيبه كلها بقت واضحه قدامه، تغييراته في ثلاث ارباع المباريات بل بنسبه 90% بدل انه حقق بطولات، تغييراته موفقه جدا، كان بيقلب مباريات بتغييرات تكتيكيه في الملعب، بيعمل عمليه الروتيشن في حدود الامكانيات المتاحه ليه. بالظبط، ان انا كان عندي برضو اصابات كتيره قوي، يعني في دفاعي وفي هجومي، وشفنا بدر بانون يعني كتير تعامل كتير مع المواقف دي يا نهوان، تعامل معاها برؤيه فنيه عاليه باحترافيه، بدليل ان انت سقط منك في بعض المباريات
واحد زي الشناوي دخل علي لطفي ماتش الزمالك وكسبنا وسد جدا شريف يعني في اماكن بدر بنون ورجع كهربا بعد ما كان بعيد قوي رجع رامي ربيعه كان بعيد جدا 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 وبيأدوا كويس جدا يعني النقطه كمان انت لما بتحط مثلا حد او لاعب معانا بقاله فتره ما شاركش مثلا بشكل اساسي بيلعب بشكل محترف يعني وبيأدي المطلوب منه خلينا نقول ما دي بسبب ان هو قريب من اللعيبه اخذ فتره زمنيه كويسه تجهزهم كمان حسين الشحات في فتره بعد جابه خلاه بقى فورمه عاليه جدا صبر على ابواليا فتره مش قليله او صبر كريم على ابواليا فهو الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ لما يكون الواحد عنده خبره فهو عارف حجم النادي الاهلي في القاهره هو عارفه قبل ما يجي طبعا ده ليه صوره وهو مع سان داونز لما نزل في استاد القاهره لما قعد يتصور قمه الانبهار بقى يعني زي ما تقول من جواه يا ريت حلم ليا ان انا ادرب فريق زي النادي الاهلي وربنا حقق له امنيته جه مرن النادي الاهلي لا نجح خد طبعا. العلامه الكامله ما حدش هيقلل من قدراته كابتن خطيب شكر فيه امبارح لما كابتن خطيب اتكلم مجلس الاداره كله اتكلم منظومه النادي الاهلي بجماهير النادي الاهلي كابتن خطيب بيتكلم بانسانه لو في اي ديفو عند المدرب كابتن مش هيستنى لما حد يعدل علينا صحيح. المنظومه فشايف ان هو الراجل ادى بكفاءه اي حد بينقد هروان بيبقى خارج منظومه النادي الاهلي انت ليكي زي ما بيقولوا موالات ومعارضه يعني ايه معاكي وعليكي بس الحمد لله اللي معانا كتير قوي حتى كابتن صديق يعني الكلام يذكر يعني حتى لما كان في ناس بتنتقد نصهم ولا من لم يكن اكتر جه بعد كده قال لك لا احنا حكمنا على الراجل ده غلط فيعني ده يحسب برضو المجلس الاداره في اختيارها يعني احنا كنا من دي 1 كاهلاويه عارفين ان ما فيش حد اسمه بيتحط ان هو تبع النادي الاهلي غير كفء لكن غيرنا ما كانش عارف بس عارف يعني بكفاءته يا كابتن كريم وبادائه اكبر كل واحد كان بينقده بالسلب بينقده بالايجاب يبقى يديله امتيازات اللي عملها فطبعا انا بحييه وان شاء الله هو في النادي الاهلي وعنده تحديات كبيره زي ما قلت لحضرتك البطولات اللي جايه دي مهمه جدا جدا وثالث العالم ان شاء الله يبقى لينا دور غير البطوله اللي فاتت وهتحس ان شاء الله الجيل ده جيل عظيم هنتكلم كده في اللي جاي ان شاء الله بس هنستأذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم في مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله فاصل ثم عوده لعشرة الصبح في الاهلي اتفضل عوده لعشرة الصبح في الاهلي وعوده لضيفنا العزيز اللي منورنا في الاستوديو كابتن صديق جمال نجم النادي الاهلي السابق واللي طبعا بنتكلم معاه عن اللي فات وعايزين بقى كمان نتكلم معاه عن اللي جاي ان شاء الله يعني حضرتك شايف ان في مثلا امور معينه لازم تحصل الفتره الجايه هل في ملفات معينه لازم تتفتح او العكس ملفات معينه لازم تتقفل قرارات معينه لازم تتاخد هو الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني زي ما اتفضلت في الاول القعده بتاعت الكابتن خطيب مع اللعيبه ان خلاص الفتره دي تعدي ان شاء الله الفتره الجايه فيها تتويج للبطولات اللي احنا حصلنا عليها تكريم اللعيبه دي عشان ياخدوا حقهم سواء اللي هم رايحين المنتخب او اللعيبه المحترفين او اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي طبعا بدايه هيلعبوا المباراه اللي هي الاخيره اللي هي على ما اعتقد مع اسوان ونفنش الدوري وبعد كده هيبقى في قاعده مع الجهاز الفني وبحيث الاستراتيجيه بتاعه النادي الاهلي الفتره الجايه ازاي هيمشي الفتره دي هتمشي ازاي في اي اتجاه وان شاء الله انا شايف الفتره اللي جايه هتكون احسن من اللي عدت لان اللعيبه التركيز هيبقى عالي جدا جدا عندهم بطولات مهمه والجهاز الفني اكيد هيبقى فيه استقدامات لعيبه جدد هيخشوا وعوده المعارين هتدي برضو ارتياحيه لمستر موسيماني وشوف ايه النواقص بتاعت النادي الاهلي دي مع لجنه التخطيط مع الكابتن الخطيب مع مستر موسيماني اكيد كل موسم بيحصل كده طبعا التقييم وبيحصل تقرير وهيبان الفتره الجايه ان النادي الاهلي ان شاء الله عنده استحقاقات والتركيز يكون عليه جدا مين اللي موجود في الفتره دي مين اللي هيكون هيجي من بره دي بتاعت لجنه التخطيط وبتاعت الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله كابتن صديق ما ترجعنا معاك كده شويه نوستالجيا وذكريات حضرتك بقى وجيلكوا برضو ومشهد او سنه او موسم كان مشابه لكده وايه اللي حصل بعد كده انت رجعتينا للحاجات طبعا حاجات جميله جدا جدا انا انضميت للنادي الاهلي سنه 88 89 قبل ما اجي كان النادي الاهلي ما توفقش في الدوري والكاس لان كان برضو ليهم ظروف ده 87 حتى الافرقه الاسيويه فدي النادي الاهلي ما كانش حالفه التوفيق او الحظ بس هل الظروف مشابهه للظروف الحاليه ولا مختلفه شويه؟ لا هي برضو كان في لعيبه في المنتخب والدنيا كانت برضو ملخبطه شويه
في النادي الاهلي على مدار السنين لازم يسقط منك موسم او لا قدر الله موسم ونص يحصل لك دروب فيه ويحصل اي تغييرات. المتغيرات دي مع انديه كتير، بس بفضل الله في النادي الاهلي ما بتقعدش كتير. السنه دي برد بيها بخمسه ان شاء الله، يعني ما شاء الله ترد بيها بسته، وده حصل ايام تسوبل برضو، جه فتره مع مايكل ايفر كان الدنيا ملخبطه، جه بعد كده تسوبل جه النادي الاهلي خمس سنين متواصله بطوله الدوري عام. فالسنه اللي حصل للدروب بتاعت 87 جينا الحمد لله بفضل الله النادي الاهلي جاب مدرب اجنبي مستر فايتسا واشتغلنا، حصلنا على بطوله دوري وبطوله كاس وبطوله افريقيا اسيويه، ثلاث بطولات غاليين جدا جدا الاهلي ما بيستناش. فحضرتك ده كان مع قدوم حضرتك انا بشكرك. لا مش حضرتك الاهلي لا برضو يعني الاهلي بمن حضر، بس انا ليا الشرف وكان الحمد لله الحمد لله ان انا كمان لعبت مع جيل عمالقه وانا الوحيد اللي كنت بره النادي الاهلي. انا الوحيد اللي جاي من بره النادي في الفتره دي، يعني عكس طبعا انت عارف الاحتراف ممكن تلاقي لعيبه كتير هنا. ايوه وبيرجع. وطبعا كان شرف ليا ان اتواجد في وسط مجموعه لعيبه كان اللي يقعد في وسطهم يبقى مبسوط. انا كنت بلعب معاهم وكنت بلعب اساسي، اول ما رحت مع مستر فايصل الحمد لله كنت ما بتحط ستاندنج يعني. فالذكرى دي جميله جدا يعني، انا يعني الحمد لله انت جبتيها كده، مش عارف انت جبتيها منين. والله جات لي وانا قاعده دلوقتي وما فيش تحضير ولا قلنا هنقولها في الفاصل والله. والله ما اعرف انت تسالني كده، بس فعلا ولا انا كنت عارفه ان مناسبه سعيده جدا فخدنا مرتبطه فعلا، خدنا ثلاث بطولات. احنا بقى عكس السنه دي. ايوه احنا كناش خدنا ثلاث بطولات، انما بس خدنا ثلاث بطولات بعد، انما السنه دي احنا واخدين خمس بطولات في وش العدو وهناخد ثاني واخد بالك؟ خمسه تانيين في وش العدو برضه. وهناخد ثاني باذن الله، انما بكلمك عشان دي كان ليها ذكرى. أيوة. ردت السنه بثلاثه على طول. انما عموما الزمن ده عموما كان اكثر روقانا، مش كده برضه؟ الكوره كانت، بص اقول لك على حاجه، دلوقتي في امور ماديه وفي امكانيات عاليه جدا جدا وكل المقومات ان انت تتفرج على منتج كويس. احنا واحنا بنلعب الاجيال اللي كانت بتلعب اجيال، طبعا كابتن الخطيب انا كان يعني ايه كان بتمنى ان العب معاه، بس هو بطل 87 انا جيت السنه اللي بعديها، وقبل الكابتن الخطيب اجيال في كل الانديه. صحيح. مش في النادي الاهلي بس. عمالقه. انت تخش كده الساعه 3 الا ربع تتفرج على المباراه في اي استاد في المحافظات او في استاد القاهره، تلاقي الجماهير حاجه تفرح. يعني تتمنى تنزل تلعب ربع ساعه عشان الجماهير دي تبص عليك. فالفتره دي كان فيها بريق لكره القدم المصريه وبالذات الجماهير، لان هي رقم واحد اللي بتحل كل حاجه. يعني شوف رغم ان في اسكو والترسانه والكروم المحله يا كابتن عنها دلوقتي، المحله المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي ده بص حدث ولا حرج. يعني كل الفرق اللي كانت بتلعب في الدوري حتى الفرق الصغيره، عشان انا كنت بلعب في البلاستيك برضه نديب حقه، كان بيبقى عوده الفرق الكبيره. اسكو مره طلع الثالث على الدوري مع الشيخ طه اسماعيل، جيل وبلاستيك عمل برضه قعد كذا سنه في الدوري، كان عنده اجيال عظيمه. فكل الحاجات دي كلها الكره بعد ما الشركات دخلت الفنيات انقرضت شويه. النادي الانديه الجماهيريه كان عندها لعيبه موهوبه جدا جدا جدا، لو انا عديت لك هعدي لك فوق ال 100 لعيبه بس ما اقدرش افتكرهم. وكان مناواه المنتخب وقتها كان المنتخب مكون من تقريبا اغلب الفرق المصريه. دلوقتي الشركات طبعا ليهم كل التقدير والاحترام، لان عملوا انتعاشه في حته الاستثمار وحته فوقوا الكوره. انا معاك بس انا بكلمك على البريق والرونق بتاع كره القدم. لما تستنى الماتش 3 الا ربع والدنيا كلها وتتفرج كده على التلفزيون تلاقي الملعب مليان. كابتن لطيف كابتن حسين مدكور، كابتن الشربيني، وكابتن حمد امام. كل الاجيال العظيمه المعلقين زي برضو اللعيبه كان في شكل دي. شوف الكابتن ابراهيم كابتن حسين مدكور وبيعلق على كون الكابتن الخطيب قال له بلعبها معاك، هيطلع هينط في التلفزيون. كابتن الشربيني يقول لك الحدث قبل ما يحصل. يعني كان في حاجات بصراحه طبعا افتقدناها، بس طبعا البركه في الاجيال اللي طالعه سواء لعيبه او المنظومه كلها والاعلام والمذيعين وكله، نشوف منتج كويس على الارض ويبقى دي بيصب اول حاجه في منتخب مصر وسمعه الكره المصريه. وربنا يخلينا النادي الاهلي على مدار السنين اللي هو معلي الكره المصريه. النادي الاهلي والله الافريقيه طبعا. والافريقيه في عز الدنيا ما كانت مقلوبه في مصر والدنيا كلها بتنام الساعه 5، هو جايب لك بطوله افريقيه وبيفرح الناس. صحيح. لا ده كلام يفرح الناس. مش عشان في قناه الاهلي، ده حاجات واقعيه. لا ده تاريخ فعلا وتاريخ والارقام والحاجات دي لا تتزور ولا تبالغ فيها. فانا شايف الفتره اللي جايه باذن الله باذن الله النادي الاهلي هيكمل المسيره والنجاحات اللي عملها ويبقى في اعلى الاماكن باذن الله.
انا بتفق مع حضرتك جدا، وعايز اخد رايك في نقطه، لان انا ضدها بصراحه. بس المفروض الاعلامي ما يقولش رايه، بس انا هقول رايي. انا ضد دي، كل شويه يجي يتقال مثلا لو جيل قديم يتكلم عن الجيل اللي بعدين، لا احنا كنا جيل تاني. بس انا مبسوطه ان حضرتك بتتكلم، لا بجد يعني بتشكر كمان بزياده في هذا الجيل وبتديه حقه. في البعض بيقول لك دايما لا احنا جيلنا كان احسن. انا احترمت ده في حضرتك جدا، وفكره ان انا اقلل من اجيال ان هي يعني جديده. انا اسف اقاطعك، نسيت حاجه. اتفضل يا فندم. جيل الكابتن ابو تريكا، كابتن وائل جمعه، صخره، بركات. كل الجيل ده عمل انجازات عظيمه جدا جدا جدا. يعني اسم النادي الاهلي كبير في القاره الافريقيه. كل اجيال بتيجي زي ما النادي الاهلي بيضيف لهم، هم بيضيفوا للنادي الاهلي ارقام. صحيح. بس النادي الاهلي اي حد زي ما قلت لحضرتك اللي بيعدي من جنب النادي بياخد بطوله. اللي بيعدي ما بالك اللي بيقعد. فكرني يعني نعدي بعد الحلقه. ايوه لان المنظومه والناس بتشتغل. اللي بيخش النادي الاهلي الناشئ الصغير البراعم قبل ما بيشرب ميه بيشرب بطوله. قول لحضرتك على حاجه يا كابتن سدي. معلش يعني انا عندي اصدقاء ليا بجد يعني من بيشجعوا نوادي مختلفه يعني. عايزين ولادهم يلعبوا في الاهلي، في ناشئين الاهلي. يعني شوف، هو بينتمي لنادي اخر، ولكن لما ابنه عايزه يلعب كوره بيدخله ناشئين الاهلي. وحد يقول لي ان كلامي غلط، معلش بقى. انا مش عايز. انا بالاخر يعني على الهوا. يعني على الهوا احنا بنقول وقائع يا فندم. على الهوا اقسم لك بالله النادي الاهلي فيه جاذبيه. انا طلب مني واحد وعده في نادي الزمالك عايز يجيب ابنه عندنا النادي الاهلي، بغض النظر عن الاسم. قلت له وديه قطاع الناشئين يعمل تيست، ولو كويس هياخدوه. قال لي يا كابتن انا ده احنا قاعدين بنبقى يعني مش عايز اقول لك بنشوف البطولات راحه النادي الاهلي وراحه كده وجايه كده واحنا بنتفرج. فالناس دي بياخدوا البطولات دي ازاي؟ قلت له في منظومه، في اداره على مدار السنين، في شغل احترافي، وكل واحد بياخد حقه. وانت تشتغل وتجتهد وتدي كل حاجه مكانها الصح، صح، وربنا عمره ما يضيع جهدك على الفاضي. وللامانه برضو في كلمه حق لازم تتقال، ان احنا اتكلمنا باستفاضه عن لعيبه النادي الاهلي وعن الجهاز الفني والاداري. عايزين نقف للحظات عن كواليتي جماهير النادي الاهلي، لان انا هقول لك على حاجه انا لامسها من زمان. من زمان بالمعنى الحرفي، مش حاجه جديده يعني. دايما في رقي عند جماهير النادي الاهلي، ودايما في روح رياضيه، ودايما في منطقيه وموضوعيه في الحوارات. يعني ما تلاقيش سفسطه، ما تلاقيش نقلب بالشراب زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج. ما فيش ان احنا بنحاول نلاقي اي شماعه عشان نعلق عليها اخطاء. في موضوعيه لما بيكون في حاجه ملفته للنظر وسلبيه بنقف عندها وبنعلق عليها. وفي حاله الخساره اول حاجه بنقولها للفريق المنافس اللي فاز بالبطوله ايا كانت هي البطوله، صح، مليون مبروك. صح. دي دايما سمات غالبه على كل جماهير النادي الاهلي الراقي. كويس. جماهير النادي الاهلي اي حد في المنظومه بيتكلم بيقول ايه يا نوان؟ بيقول الداعم الاول لفريق النادي الاهلي. جماهير عندها ثقافه كرويه عاليه جدا، من حصد البطولات على مدار السنين اكتسبوا خبرات كبيره في التعامل مع لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه كلها بتفرحهم، تجيب لهم بطولات، بتخليهم في اعلى الترتيب الاول على طول، بيتباهى بالنادي الاهلي في التلفزيون، على الفيسبوك، على تويتر. اول حاجه بيبقى فرحان ان هو منتمي. يعني كلمه الكابتن امبارح الخطيب قال لهم انتوا تفتخروا ان انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي. النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. فالكلمه دي ما تعداش كده مرور الكرام. طبعا. فالكلمه دي الجماهير رقم واحد عارفاه. لما انت خسرت قبل كده بطوله في ملعب بيترو سبورت مع حسام عاشور كان موجود، لموا اللعيبه وتعاهدوا السنه اللي بعديها خدوا البطولات كلها. فعارفين الجماهير بتقف امتى. ومفيش مره حد يعني اي جيل من اجيال النادي الاهلي حصل على بطوله واتعمل لقاء مثلا سواء صحفي ولا تلفزيوني مع لعيب من اللعيبه لازم تلاقيه بيقول لك ان احنا كنا مهتمين بان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي. اكيد. ده دايما الجمله دي قاسم مشترك عند اغلب اللعيبه. عشان كده لعيبه الاهلي محبوبه ليه؟ قبل ما ينزل بيفكر رقم واحد في الجماهير، ان انا لازم اسعد الناس دي. انا لما اكون الجماهير جايه ورايا، ايام ما كنا بنلعب تلاقي استاد اسكندريه ثلاث ارباعه جماهير النادي الاهلي، تلاقي مثلا في المنصوره، تلاقي في المحله. انا بقول لك الجماعه اللي هم ايه بيحبوا النادي الاهلي. في فرقه ثانيه ممكن تلاقي جماهير الاهلي قليله في وسطيهم، انما في القاهره لا سامحني بقى الملعب كله بيتقفل النادي الاهلي وفي ناس بتبقى بره. ما تاخذنيش يعني ما تاخذنيش. لا مش محتاجه تقييم مننا. على مدار السنين الناس، بص يا كابتن، في ناس قلبت يعني قلبت على ايه؟ كان منتمي الفرق بقى. ايوه خلاص. وفي ناس جايين من بيت اهاليهم بينتموا لنادي اخر وهم اختاروا ان هم يبقوا اهلاويه. واللي ابني اهلاوي اعمل معايا، قلت له سيبه عشان انت عايز تعزمه. ادم النادي الاهلي ياخد بطولات خليه يفرح الولد عشان لما يكبر يبقى منتمي للحاجه بتفرحه.
فهي الحته دي الجماهير دي ليها كل التقدير والاحترام، اعظم جمهور في وجهه نظر عشان مش حد يزعل، جمهور النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي اللي في كل مكان داعم حقيقي، يخش في اي دوله عربيه، خش في اي بطولات اي استحقاقات، تلاقي النادي الاهلي مزين المكان. هو هقول لحضرتك وخلينا يعني نختم بواقع برضو خاص بالجماهير، هو دايما برضو بيتميز بالهيكلة او الشأن وشأن اصلا منظومة النادي الاهلي، يعني مرتبطين ببعض، انا ما بقللش من حد، انا مركز في نفسي، انا لما بكسب بكسب وبفرح، انا لما بخسر بخسر وعادي جدا متقبل الخسارة، لكن عندي امل في بكرة، لا بقلل من حد ولا بطلع كوميكس ولا بقعد ازل حد ولا بقعد الكلام ده مش بتاعنا، ولا عمر هتلاقي واحد من الاهلي بيعمل كده. دي معلش دي اللي مخليه الاهلي الاول، عمره ما التفت وراه ولا عمل، يعني دلوقتي لو اي حد تاني وفريق ما خدش البطوله، فريق مثلا تعادل او فريق غلب، ممكن حد تاني ينزل ينقد اللعيبه باسلوب يعني ايه، يعني غير تربوي. لا ده انت في الوقت الشده ده بتديهم حافز، وبعدين ما تبصيش لاي حد. انا بدايه حديثي في الحلقه قلنا ايه؟ قلنا مبروك للفريق الفايز طبعا، ولازم نقول طبعا للفريق الفرق اللي هبطت للدرجه الثانيه. امال النادي الاهلي نادي المبادئ ليه؟ لو ما كانش اللي احنا بنتكلم فيه ده متحقق. الحمد لله ربنا يجعلها نعمه علينا البطولات باذن الله، وربنا يحفظها، وان شاء الله اللعيبه دي هتفرح الناس الفتره اللي جايه. وانا بقول للنادي الاهلي هارد لك في بطوله الدوري، وحاجه عدت كده عادي يعني ما فيش اي مشكله، واللي جاي احسن، القادم يكون افضل طبعا باذن الله. ان شاء الله نورتنا كالعاده، سعدنا بوجودك كالعاده، وان شاء الله يعني يبقى لنا مع حضرتك لقاءات. ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن صديق، والله بجد وروحك حلوه، والله بجد يا كابتن صديق بتنورنا، وروحك حلوه وكلامك كمان منطقي جدا. شكرا لحضرتك على وجودك معانا، وشكرا يا كريم. شكرا يا اسبوع جميل، ومره ثانيه هارد لاك لينا، بس احنا برده رقم واحد وهو ده المهم دايما في ظهر فريقنا، وباذن الله اللي جاي يكون كمان احسن. اشوفكم يوم الاحد ان شاء الله، مع السلامه.